حديث صحيح. تقولي اللي سمعلوها يا فندم. اقول لهم هتوحشوني، بس مش هينفع اقول توحشوني دي، لان انا هاجي لكم كتير باذن الله. هقول ان انا زي ما قلت قبل كده، انا دخلت الاسماعيليه مكلفا وبغادرها الان عاشقا. بس كده شكرا. اللي هو حمدي كان مساعد مستشار، مش رئيس الجمهوريه، كان مستشار القائد الاعلى. مستشار القائد الاعلى زي كان وزير العسكري. كابتن سميري كابتن سميري عادي. هو كان مساعد وزير وبعدين خلص السن، خد اخر ماده في الحرب المسلحه سنه الرئيس، خده عنده مستشارا الرئيس، خده عنده مستشارا الرئيس وطلع الرئيس. ما بيجيبش حد في الاسماعيليه اللي طبعا. بس هو اصلا الفيوم. طب انا اعملها ازاي دي؟ مش بعرف اعمل السيرفي. يلا سمحوا لي.